كل الإجراءات الممكنة تم اتخاذها للتيسير، يعني بما فيها لجان الوافدين. يعني أنت راجل جاي من محافظة أسيوط وبتشتغل مثلا في العاصمة الإدارية، أنت راجل بتشتغل في المنصورة بس أنت أصلا من بني سويف إلى آخره، قاهرة جيزة، يعني حتى القاهرة والجيزة اللي هم جنب بعض برضو تعمل فيها لجان للوافدين، وبالتالي كانت كل الإجراءات ميسرة للمصري حتى يمارس حقه الدستوري في أنه ينتخب رئيس اللي هيحكمه لمدة 6 سنين، وده شيء مهم جدا. ده حقك، انزل انتخب، مارس حقك الدستوري، قول رأيك، اختار اللي على مزاجك، ودي أهم حاجة أنا أقدر أقولها لك. معانا على التليفون الدكتور محمد منصور رئيس حزب النور، أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك والمشاهدين الكرام. الدكتور محمد منصور، يعني مهم عندنا ان احنا نسمع منك كيف رايت المشهد الانتخابي منذ امس، وايضا الكلمه التي توجهها للمواطن والناخب المصري في هذا او في ظل هذه الانتخابات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه ان بالمتابعه للمشهد الانتخابي من خلال الغرفة المركزية ومن خلال جولاتنا على المراكز الاقتراع، الإقبال في كثير والعديد من اللجان إقبال جيد، ويعني أنا أتكلم عن يعني مشاركة يعني قواعد وكوادر الحزب، حزب النور، الحقيقة كان إقبال رائع على مستوى الجمهورية. غرفة المتابعة على مدار الساعة بتنقل التقارير والصور والأحداث على مستوى الجمهورية. الحقيقة في تسهيلات جيدة زي ما قال معالي المستشار منذ قليل على مستوى الجمهورية للوافدين وللمقيمين ولغيرهم، التصويت سهل وأموره تجري بسلاسة وبسهولة. التوافد على اللجان في الأوقات المحددة توافد جيد، لأن دي الحقيقة يعني زي ما بنقول دايما، بنقول إن التصويت ده وهو إظهار لتماسك الجبهة الداخلية، غزارة التصويت إظهار لتماسك الجبهة الداخلية، ونحن في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا من التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية بل والداخلية تحتاج الى تماسك الجبهه، اظهار تماسك الجبهه الداخليه حتى لا تظهر بالصوره الضعيفه التي تجعل بلادنا امام المجتمع الدولي يعني تظهر بصوره غير لائقه بها، فتؤدي الى استجابتها للضغوط المعروفه الان، الضغوط والاملاءات التي يراد لبلادنا ان تمر بها، خاصه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه والتهجير والتصفيه القضيه الفلسطينيه. نحتاج الى تماسك الجبهه الداخليه وظهور ذلك، وهذه الانتخابات تظهر هذا الامر جيدا. النزول الجيد يظهر الجبهه الداخليه بصوره جيده، والجبهه الداخليه عامل اكبر من اكبر عامل قوه الاداره، ونحتاج ايضا الى اداره قويه تجتمع معها المؤسسات وتسير معها المؤسسات. فاذا كانت الاداره القويه خرجت بالانتخابات بصوره جيده بصوره واضحه، فانها تؤدي الى ان يكون قرارها بنفس القوه الذي خرجت به، وهذا نحتاج اليه في هذه المرحله التي تمر بها بلادنا وامتنا ومنطقتنا العربيه والاسلاميه. ولذلك انا ادعو جميع المواطنين رجالا ونساء، شبابا وفتيات، الى النزول المشاركه بايجابيه في هذا الحدث، من اجل اظهار بلادهم بانها من اجل اظهار ان اللحمه الداخليه لا تزال قويه، وانها مصطفى حول مشروع وطني، مشروع لبلادها، من اجل ان تتجاوز هذه العقبات والتحديات التي تمر بها البلاد، وان شاء الله ستمر ان شاء الله تعالى باذن الله سبحانه وتعالى. كل الشكر ليك يا دكتور محمد، كل الشكر دكتور محمد منصور رئيس حزب النور.